في الشق الرياضي اللي هو انتم كلكم متابعينه وكلكم شايفينه، ولعل ابو المعطي شاور عليه بوضوح او بصراحه شديده شويه. لكن فيما يخص اللعيبه، اللعيبه بالذات اللي خرجت من الاهلي، لانه بقى في توجه افتح الاجنده ودور على اي اسماء مشيت من النادي الاهلي وهاتها، وبحته سهوانه شويه بشويه تفضل تستدرجه لغايه لما يوصل للنقطه اللي انت عايزها وتضغط عليه لو عايز يهرب تضغط عليه واصله لا. طب وازاي؟ طب وبعد كده تبدا تسمع كلام هدفه الاساءه للنادي الاهلي او محاوله الاساءه للنادي الاهلي والتقليل من قيمته للهدف العام اللي انا قلت لكم ان الراجل ده قاله علشان الناس ما تروحش النادي الاهلي. انت بتكسر في الايمج، بتهد في الصوره، ده الهدف الواضح عندهم اللي احنا هنفضل دايما وابدا حريصين على كشفه بكل الصراحه والوضوح. كابتن محمد صديق، محمد صديق مدافع جه للنادي الاهلي من نادي الزمالك بعد ما عقده كان خلص مع نادي الزمالك، وهو اصلا من الناشئين المقاولين العرب، ولعب يمكن حتى الناس تفتكر من الواقعه الشهيره جدا لصديق في الملعب مره لما وقع وبلع لسانه، الحمد لله قدرت جهود الاسعاف تقدر تنقذ حياته، والحمد لله كانت الواقعه الشهيره في تاريخ الكروي مع النادي، وساهم مع جيل ابو تيكا وبركات ووائل جمعه والمجموعه الكبيره وشادي في احراز عدد من البطولات. قابلت صديق في ابو ظبي، هقول لك ايه سبب مشكلته، بس الاول هنسمع راي محمد صديق في جزئيه تخص علاقه الاهلي مع كل المنتسبين فيه، نسمعه. ندمت ان انت لعبت للنادي الاهلي؟ لا بص اقول لك حاجه، مش عايزه تتقال كندم، يعني انا صرحت قبل كده، سؤالي واضح وصريح. انا المفروض لان الانجازات اللي انت حققتها مع نادي الزمالك لا تقارن بالفتره اللي انت قضيتها في نادي الاهلي. انت عارف انا ندمت، انا عارف انا ندمت ان يا مهيب مش ندمت ان انا لعبت كوره في نادي الاهلي. اي لعيب في مصر زي ما انت عارف بيتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي طبعا، وياخد بطولات مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيصنع تاريخ اي لاعب، تمام، ولكن اللي حصل معايا ما بعد اللعب ده اللي خلاني بصراحه زي ما انت بتقول الكلمه دي، انا مش عايز اقولها يعني. زي ما انت بتقول الكلمه دي ان انا فكرت ندمت، مش ان انا لعبت، ندمت ان انا فكرت العب في النادي الاهلي. ليه؟ والله حاجات كتير يا مهيب. لا حاجات ليه؟ كتير ليه؟ يعني بص اقول لك حاجه، اقول لك حاجتين كده. ده تصريح ما يعني ما حدش قاله قبل كده. ما اقدرش اتجاهله يعني. انت ندمت ان انت لعبت؟ طب اقول لك حاجه. ندمت ان انا لعبت. اقول لك حاجه، لما تبطل كوره وتروح تشتغل في النادي الاهلي ويجي مدير القطاع، هقول اسمه كابتن محمد عامر، ان هم قالوا لي لما تبطل كوره بنص كده بالظبط، تعالى نادي الزمالك، النادي الاهلي، وهتلعب وهتبقى في وسطينا، وانت عارف ساعه التعاقد بيبقى في حاجات حلوه كتير بتتقال اكيد، وساعه بعد ما بتبطل وياخدوا اللي هم عايزينه منك سواء الاهلي او اي نادي، يعني ما بتكلمش على الاهلي بس، بعد كده شكرا، ولا حد بيرد على تليفوناتك لا حد. المهم رحت لمدير القطاع دوت، كان هادي خشبه هو مسؤول الكوره. عشان كده انا بقول كذا مره، اقول اينو يا اينو ما تروحش الاهلي، قلت له اينو ما تروحش الاهلي. طب اينو بيشتغل في الاهلي؟ صديق بيقول لك اه، اصلا مرتبطه بايه؟ بالظرف والكفاءه، مش مرتبطه بحاجه تانية. طيب انا هنا بس عايز اقول حاجه لمحمد صديق ولكل لعيب وحتى الكثير من الزملاء الاعلاميين هواه النبش في المنطقه ديت، لانه لو انت فتحت الاجنده على كلها لا 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 هتلاقي ناس راحت المحاكم وناس راحت الاسم وناس اللي ضربت وناس في حواديت كتيره جدا ظاهره الحول الاعلامي مش شايفاها. لكن في جزئيه محمد صديق، محمد صديق في ابو ظبي بعد ماتش السوبر قابلته، كان معايا الكابتن بدر رجب، وكان معايا عشان بقول لك الشهود، كان معايا محمد القوصي واحمد الخضري. فقلت للصديق هو انت طالع في قناه ابو ظبي قبل الماتش تقول ان انت بتتمنى فوز الزمالك؟ فقال لي اه. قلت له اه ازاي؟ قال لي يا استاذ ابراهيم ما انت ما تعرفش اللي حصل معايا لما جيت عايز اشتغل في الاهلي. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي قابلت الكابتن محمد عامر كان مدير القطاع، عاملني بشكل مش لطيف خالص وقال لي ما فيش فرصه،
وممكن تشتغل في الاكاديميه؟ قلت له انا لسه هشتغل في الاكاديميه، ما دي فرصه. اه، وحاولت اتصل بالكابتن هادي خاشب ما ردش عليا، كان هادي مدير قطاع الكوره. قلت له طيب يا كابتن بدر، ده مبرر ان الراجل ده يجرف كل مواقفه وينهي حياته وتاريخه؟ قلت له بص، اولا انت حر طبعا صديق او اي لاعب ليهم كل الاحترام ولتاريخهم وشخصياتهم ولشخصهم، لكن جزئيه ان انا اربط ارائي بمصلحتي دي غريبه قوي. لا مش مصلحتي، انت قلت لي معلومه دلوقتي انا ما كنتش اعرفها. اه، انه عرض عليه يشتغل في الاكاديميه. ما كل زمايله ابتدوا في الاكاديميه. بدا في الاكاديميه. هي بقى ايه للعيبه عامه، لكل الكباتن اللي بيبطلوا. وبعدين هو كل لعيب يبطل، ازاي هتقدر تلاقي له مكان في التدريب؟ هات لي بقى نادي يقدر يستوعب كل اللعيبه اللي كل سنه كل سنه. وثانيا هو ده لما ما يحصلش يبقى النادي الاهلي وحش قوي، ويتقال في جمله من الجمل اللي بعد كده في نفس الفيديو، عاشور هيشتغل لانه عاشور في النهايه ابن النادي، هما ما بيشغلوش الا اولادهم، ابن النادي بس هو اللي بيشتغل. يا راجل يا راجل، ده انا ممكن اعدلك بدل اللاعب 100 جمل النادي الاهلي من بره، واحسن حاجه قالوها انه ما حسناش بالغربه ولا بالفرقه ولا الاختلاف. ده طارق السعيد وهو معاك في الامارات تساله، قال لك لما جيت الاهلي نادر السيد كان سابقه في الاهلي، قال له مش هتشعر ابدا، وده عرضناه الاسبوع اللي فات، انك انت كمان لو كنت اول مره تدخل مش هتحس باي غربه. لكنه لو كان فكره ان اللعيب يحتفظ، ده جزء من الاصاله حتى، بفضل المكان ده عليه حتى لو ما خدش فرصه عمل، لانه زي ما المهندس عادل قال اديني نادي يستوعب كل العاملين فيه. هسأل، طب خلينا في المثل ده. الكابتن صديق ابن المقاولين العرب. اشتغل في المقاولين العرب؟ لا. طب هو عمل فتره ذهبيه في حياته في الزمالك، هو بيقول كده. وهنناقشها دي دلوقتي. طيب هو انت اشتغلت في الزمالك؟ لا. اشمعنى الاهلي اللي بتعتبره جاحد بيك؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، هو انت يا كابتن صديق بتندم انك دخلت النادي الاهلي خدت 5 بطولات ووسام ولعبت في كاس العالم، كاس العالم للانديه؟ دي حاجه انت ندمان عليها؟ يعني انت تحب تمحي كل ده مقابل انك انت بدل ما تشتغل في الاكاديميه تشتغل مع فرقه 12 سنه ولا 14 سنه وتاخد السلم؟ هو ده الطبيعي انك انت هتتدرج في التدريب، ما قالكش لا مش هتشتغل، انت عايز تشتغل فين؟ ده موضوع تاني بقى. لو كل واحد وهو بيبطل عايز يختار المستقبل اللي هو يتمناه والاهلي مسؤول ان يوفره له، مش هتلاقي كده. مش الاهلي ولا اي نادي تاني، هو بيتكلم بيقول لك ولا اي نادي تاني. طب وانت بتتكلم في الاول بيبقى ليك نغمه، لان المسائل مرتبطه بحاجات كتير. هم يعني بيكرهوك خالص؟ ما يعني هيكرهوك. وبعدين انت كل تاريخك يعني هم سنتين مع النادي الاهلي، خدت بطولات واخلصت وسديت في اماكن كان الاهلي محتاجها، اديت الدور اللي كان مع زمايلك. أيوه. وهو في نفس الفيديو انا سمعته انه زعل انه لعب افريقيا وبعدين لعب في ماتش بتاع بعدين ما لعبش ماتش، طلعوا بره التشكيل. ما هو انت مش في فرقه فيها زمايل ليك بيقعدوا لك برضه على الخط، وانت لما لعبت ما انت قعدت حد، ما انت قعدت حد. لكن هو في كل الكوتش من طب انت هتشتغل في التدريب، مش هتجي لك لحظه تاخد هذه القرارات تلعب مين وما تلعبش مين؟ وكل ماتش مش معنى مين كويس ومين وحش، الماتش ده يناسبه ايه والماتش ده يناسبه، ولما المدرب يلعبك يبقى فير ورائع، ولما ما يلعبكش يبقى بيدخله في قراره. هتمسك في لعيب وتفضل يبقى هو ده بتاعك على طول، مش هتعمل فرقه. يعني انت عايز تشتغل في التدريب، ازاي بتفكر كده؟ فالكابتن صديق هو واضح ان هو متاثر بحاجه شخصيه. وهنا لكن هو برضه ممكن يعني احسب له حاجه. ايوه، هو ما اساءش النادي الاهلي. يعني هو بيقول لك ايه؟ والله يا لا بالعكس، مش هو نادي، هو مهيب مكار عايز ياخده ان هو في حته ان هو الاهلي يعني اساء ليه. هو قال لك لا انا لعبت وخدت بطولات واي حد يتمنى يلعب في الاهلي، بس القرار نفسه علشان ما اشتغلتش بعد كده ابقى انا ندمان ان انا خدت القرار ده. ده قرار مرتبط بحاجه ثانيه يا كابتن صديق خالص. لا تخليك، بالعكس تخليك يعني الصح انك تفخر
بمشوارك كله بالظبط، وانت في المقاولين وانت في الزمالك وانت في الاهلي وتفخر ان تحترم كل المحطات دي، وبعدين تقول ايه والله كنت عشماني يبقى لي مكان. لكن كمان فكره ولاد النادي يا استاذ ابراهيم ده حق يراد به باطل. مين ابن النادي؟ ابن النادي اللي قدر المكان بصراحه. وانا قلت طبعًا قبل كده نفس المثل، انا لما اكون تعبان وابني بيلعب تحت وابن جار اللي بيفكرني بالدواء ده يبقى ابني. في مشاعره يا عمي افتكرت تاخد الدواء اللي هو مرتبط بيا وخايف عليا، مش اللي بيهملني ومطنشني وبيسيء اليا ويجرح فيا ويتهم فيا. مفيش حاجه اسمها النهارده ولاد النادي اي واحد يجي من بره يخلص لي هو ابني. فالقضيه يا جماعه مش قضيه صديق، احنا ما بنناقش محمد صديق كمفرده، لكل اللعيبه كل الاحترام والتقدير، احنا بنناقشه كحاله لانه نموذج انك يطلع كل واحد ما خدش فرصه عمل يسيء للنادي الاهلي او عايز ياخد فرصه عمل في او عندك. عايز يضغط عشان ياخد فرصه عمل في مكان تاني او بيحل المساله في سكه ثالثه، مش حاببهم كده. يعني انا بنصحهم لمصلحتكم على المستقبل، احترموا تاريخكم، احترموا تاريخكم في يعني كل المحطات اللي مريتوا من بيها. هذا الكلام احترم المقاولين واحترم الزمالك واحترم الاهلي واحترم ان كل الكيانات ديت ساهمت في صناعه اسمك ومكانتك. لكن لو هتكلمنا على الاهلي وابن الاهلي ومش ابن الاهلي نقدر نفرد وقت طويل جدا لنجوم كبار قوي يا كابتن صديق لعبوا في النادي الاهلي اللي بيقول له ما كنتش تقوله من بره. لا طب اتصل بإينو وكلم نفسك وكلم إينو قول له انت بتتعامل ازاي في النادي الاهلي دلوقتي كمدرب. ولا اقول لك ما انت مشيت من المقاولين، المدير الفني في المقاولين دلوقتي ومصنف انه افضل مدرب الدوري عماد النحاس، جيل النادي الاهلي ولعبت معاه وشفت اخلاصه وانجازه، تحب تسمع رايه دلوقتي؟ كان زيه زيك. اقبل العمل في جهاز الاهلي باي منصب؟ دي كلمتي. نعم. عشان ده النادي الاهلي. وانا قلت كده كذا مره على فكره، والسؤال جاي على نفس الكلام بتاعي بالظبط يعني. بس كمالة الكلام دورك. يعني الدور اللي هيتعمل انا عايز اخدم النادي يعني بكمل بس الكلام يعني الدور اللي هيتعمل يعني مثلا لو جه قال لك مثلا مدرب عام مع مدير فني اجنبي دوري برضه اللي هيتعمل عندي صلاحيات ولا لا؟ ايوه انا مش انا جاي النهارده تخدم النادي مش ليك دور بس الدور يبقى واضح هتعمل 1 2 3 عشان تكتب مش رفضت في النادي الاهلي؟ لا طبعا مستحيل مستحيل والله لا لا هو ما يعني ما كانش تحدد مدير فني ولما تحدد مدير فني جيب الاستاف بتاعه خلاص اللي بعده. وده اللي بنقوله استقامه التفكير، وانك انت بتتكلم في مصلحتك والراجل قال لك طبعا ما تاخرش على الاهلي بس يبقى لي دور محدد فهمه هعمل ايه. لكن ليه الغضاضه؟ ليه يعني مبدا فيها يخفيها دي؟ ده غريب جدا. وفي لعيبه جت وصنعت مجد كبير جدا، فطبيعي جدا انك انت تلاقي واحد زي وائل جمعه ضايقته جدا جدا